الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، أيها الجموع المباركة، أيها الشعب المستيقظ المتيقظ، نحن هنا نجتمع اليوم تحت شعار تطبيع مع إسرائيل مردود غير مقبول. ونحن اجتمعنا ها هنا لكي نظهر للعالم أجمع بأننا شعب نتجذر في أصولنا حب الأقصى والقضية الفلسطينية. إن حب مقدساتنا بدءا من المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مصرى رسولنا عليه الصلاة والسلام يجري في عروقنا مع دمائنا، وإننا لنعلن هنا من هذا الصرح المبارك بحضور حشد كبير من العلماء الربانيين والقادة النابهين والزعماء الميدانيين بأن حكومة الباكستانية لو حاولت أن تفكر في التنازل عن هذه القضية فإن شعب باكستان لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن المطالبة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف الذي أهريق للدفاع عنه دماء إخواننا من شعب فلسطين. وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة. فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب أو حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى بروحنا ودمنا أمام أي تفكير أو محاولة فاشلة من قبل أعداء الإسلام في التدنيس والعبث
بمقدساتنا أو أن يسيء إليها. نحن نؤمن بهذه القضية سنعيش من أجل إحيائها ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة.